أسئلتك هي تبدو سهلة بس هي مش سهلة. يعني تبدو أنها أسئلة سهلة بس هي عايز تفكير. أهلا واضح سارة خزبك. موقف طريف حصل لي في عرض أو في وقت شغل، يعني تصوير أو حاجة مش كده؟ في مرة موقف كان حصل، كان عندي تصوير وجبت كان في ملابس يعني ملبسها، ومن ضمن اللبس ده بنطلون اسود. بعد ما روحت وخلاص انا في وقت التصوير وبطلع عشان البس عشان خلاص كله يعني اللوكيشن تمام وان سات وكل حاجة، ولقيت البنطلون ده مش بتاعي، بتاع جوزي، اسود برضو وكل حاجة، بس طبعا مش مقاسي ورجالي وكل حاجة ملوش علاقة بيا، يعني مش هينفع البسه اساسا. فطبعا ده كان موقف يعني ما يعلم بيه الا ربنا، لان قعدنا نحاول طب ان نلاقي بنطلون لحد تاني، ولبست فعلا بنطلون حد يعني واحده تانية معانا هي قلعت لي بنطلونها ولبسته وتصورنا بيه ورجعته لها تاني. اغرب موقف حصل لي من معجب، اغرب موقف حصل لي انه حد بعت لي مسج انه عايز تقدم لي، يعني انا معروف ان انا متجوزه اصلا، فاستغربت جدا. هو يعني حياتك تعرفني منين اساسا؟ يعني مجرد انت شافني في عرض او حاجه. لو كنت غير مرئيه لمده 24 ساعه بس، مبدئيا انا هلف على كل الناس اللي انا القريبين مني، بقى عايزه اعرف هم من ورايا بيعملوا ايه. يعني هروح كده صحابي بقى، الناس القريبين، يعني اشوف كده بيعملوا ايه، بيقولوا ايه وانا مش موجوده. حاول اخلي حد يفتح سيره حاجه انا عملتها، شغل انا اعرف رايهم بقى حقيقي، مش بيجاملوني ولا بيجاملوني، ولا ما حدش هيبقى شايفني بقى، فعايزه اسمع بقى. اسئلتك هي تبدو سهله بس هي مش سهله. يعني تبدو انها اسئله سهله بس هي عايز تفكير. بس حلوه بس عايزه يعني محتاجه اقعد افكر فعلا. لو كنت خالده مش هموت، هعمل ايه اكتر حاجه هبقى عايزه اعملها؟ هقولك على حاجه غريبه قوي، هبقى عايزه اخلف كتير، هبقى عايزه يعني عندي عامل قوم وعشيره. يعني هفضل اخلف بقى، اعمل ممكن اعمل بلد لوحدي. شكراً واضح.